مساء الخير يا أصدقاء. سي اوف ستارز، بحر النجوم، لعبتنا الجديدة. طبعا في البداية راح يجيك اختيار، تبي البنت أو الولد. زين، معها شو اسمه، البنت الثانية راهبة معها عصاية. طبعا كيفك، البنت تختار بنت أو ولد. اللي راح تختاره هو راح يكون قائد الفريق، بس في شخصيات ثانية راح تنضم معك بالطبع، لكن الشخصية الثانية راح تكون معك. يعني إذا اخترت زيل راح تكون معك بالفريق فاليري، بس زيل هو القائد. نختار زيل ونقول بسم الله. أنا دائما أحب اختيار شخصية المحارب المقاتل، بعدين راح يودينا حق أتوقع أنه جريت أرشيف. ما نقدر نطوف، هذا راوي القصة، سمي ما شئت، مدير الأحداث، أقوى واحد في الكون، سمي ما شئت. زين، مثل ما انتم شايفين عنده كتب وعنده أشياء كثيرة نعلمهم وكذا، بعدين يروحون البوابة مش عارف إيش. هذا طبعا انتم شوفوه عشان تعرفون القصة، أنا ما أهتم بالقصة بكثر ما أهتم بالأحداث اللي راح تصير. زين، راح ننتقل على طول إلى زيل وفاليريا. فاليري في الغابة، منطقة اسمها ماونتن تريل إذا ما أنا غلطان. ماونتن تريل، أيوة، موقع تدريبي، موقع كيف كما تسموه ما شئتم. مثل ما قلت لكم، إذا اخترت الولد البنت راح تكون معك مرافقة، إذا اخترت البنت الولد راح يكون معك مرافق، لكن أنت تختار اللي تبيه يكون قائد الفريق. كلاهما عنده ضرباته وحركاته كذا. بس طبعا ماونتن تريل خلونا نقول انها تدريبية. طيب، هذا اول وحش يجينا. الاتش بي حقنا 45 والام بي 8. طبعا سكيل مسكرة والايتم مسكرة، ما عندنا الا اتاك. نضغط اتاك. اوكي، لا عندك دفاع ولا عندك شيء، مجرد انه اتاك. هذولا يعني هل راح اخذهم بعد ما اقضي عليه؟ ما ادري عاد. اوكي طيب، نكمل. ما في شيء، لا تتعبون نفسكم تدورون، ما في شيء، دورنا احنا، كفيناكم المؤونة. هذا ما راح يجيك اذا انت ما جيته، ما راح يجيك، راح يجيك بعدين، يمكن هني راح يجيك عشان علمك ال طيب. الضربة أقل شوي، فراح يطلع لنا خيار الآن إن عنا اللي هو هذه، اللي هو سكيل، انفتحت سكيل اللي هي المهارات. سن بول، نقدر نقول إنها باختصار ضربة نارية، كل ما ضغطت الإكس راح تزيد، وقضينا عليه. أوكي، والبنت كلمتك من الناحية الثانية، لقيت مكان عشان، مثل ما أنتم شايفين النار موجودة على الأرض موقد. اوكي، ما في شيء اي شيء ثاني تسويه، طبعا اللعبه قاعده تدليك وين شو تسوي. طيب، احنا راح نروح لاتجاه البنت. اوكي، اكس طبعا عشان تمشي. اوكي اوكي اوكي، ما في زر علشان تمشي بسرعه، الموضوع هو قاعد يمشي بسرعه من كيفه. ما في شيء، فلا تتعب نفسك تدور وتدور صناديق، ما في اي شيء تدور عليه، مش ما عليك من اي شيء يطيح. زين، بعدين فوق، اكس فوق، اكس فوق، بعدين يسار. اوكي، فبما ان طبعا مثل ما انتم شايفين بعد المعركه الاولى الاتش بي فل والام بي فل، اوكي خلاص، معناتها هيلينج لايت هذا طبعا تعطيك اتش بي حق شخصيه واحده، وسن بول، احنا نبي سن بول. اوكي، هولد. اوكي اوكي، بس عشان تقضي عليهم بسرعه، والاتش بي حقك راح يرجع ثاني مره، والام بي كذلك، فانت ما انت خسران شيء. بعدين هني نط وتمشي، تضغط اكس، طبعا الاكشن اللي هو اكس الحركه وكذا، ما عليك الوحش هذا اللي قاعد ينطر قاعد ينط. زين، وبعدين وصلت حق فاليري. نار التخييم. اوكي اوكي،
هذا كله تدريب عشان تعرف الأشياء اللي راح تجيك، شلون الحركة، شلون شو اسمه، كل شيء. طيب قبل 10 سنوات راح يرجعنا في الزمن الماضي علشان يكمل يعطينا الأحداث من بدايتها. هذه الشخصيات اللي عندك، فاليري اوكي، وهذا زيل، وهذا جارل زين. الكتاب اللي هناك راح نروح للآن اللي هو الحفظ، اللي هو بكل بساطة الحفظ. اوكي طيب، عشان تحفظ. اوكي سيفنج اوفر رايت، بس عشان نضمن احنا حفظنا. اوكي اوكي ما في اي شيء ثاني، ما في اي شيء تسويه، مجرد انك تطلع من هنا وتتجه شمال حسب الدليل اللي انا قريته. تتجه شمال، اذا في وحوش راح تجيك. دش المبنى هذا. اوكي ما في اي شيء ثاني تسويه، ما ادري هو ما ادري شنو قال. Younglings, are you still playing in that little cave down below? Okay. ما في شيء، اذا نكمل. هذا ما تسوي شيء، ما في اي صناديق، ما في اي شيء ثاني قدامك مثل ما انتم شايفين. ممكن تلف هنا وتدور وتتكلم مع الشخصيات زين، بس ان المشكله انه ما في اي شيء ثاني تسويه، ما في اي كنوز، ما في اي شيء زين. طيب ويت، ليش؟ اتوقع راح ندش المعبد. سكيب، دائرة، نضغط على سكيب. هذا شوفوا انتم براحتكم بعدين، هذا اتوقع مدربيننا بورغ ييبس اللي شفنا اسمه في البداية، و ويرينا. اوكي هذا المدير هيد ماستر مورينا. طيب وبعدين اتوقع راح نروح للفوربيدن كيف. او خلنا نشوف اذا في شيء ثاني هني، اذا في شيء ثاني نسويه. انا ما متاكد، بس شوف لما ضافت شخصيه ثالثه صاروا 3 شخصيات يجرون قدامنا. اتوقع انه لازم ننام، خلنا نشوف ندش هني. طيب الاخ العزيز هذا ما في شيء تسويه، المشكله ان اي مكان تدشه ما في اي شيء تسويه. شفتوا الاماكن كلها مسكره. الأماكن كلها مسكرة زين. على اليمين
طيب راح يردنا اذا نبي ندش هني ولا راح يقولنا اوكي؟ هذا اتوقع وسيله اتصال، وسيله انتقال بين مكان لمكان مسكره قدامنا الان. ايوه مثل ما توقعت. اوكي ايش كان هذا؟ طيب نبي ننام الحين. طيب رحت للنوم انا. طيب شو مطلوب مني اوقف عشان انام؟ هذا نايم مكنخل. المفروض اني اشوف شنو بالضبط. المفروض اني انام، المفروض اني انام. ادري والله، والله العظيم ادري. اللعبة تقول اني انام. اسف جدا، اسف والله العظيم اسف.
أعتذر على الإطالة يا أصدقاء، ما أعرف شو أنام، يقولون في الدليل أني لازم أنام. فالآن أي طريق يودي فوق روح معه عشان تطلع من المنطقة، تروح لل فوربودين كافرن. أوكي نفس الشيء، راح نحفظ افضل نحفظ. اوكي اوفر رايت. اوكي خلصنا. اوكي جاب لي بيتزا الحبيب واكلنا البيتزا، وبعدين طيب فاليري راح تستخدم السحر عشان تفتح الباب. اوكي مغامرتنا الأولى لازم ندش. أوكي نشوف راح يصير داخل فوربيدن كافرن. طبعا ما في شيء لا يمين ولا يسار مثل ما انتم شايفين، فالموضوع انك انت قاعد تتدرب على الحركات ال في وحوش. خلنا ننخش. اوكي مثل بدأت الصناديق الان تجي. سكر علينا الطريق. الآن راح يكون قتال، راح نشوف ايش راح يصير والشخصية الثالثة اللي معانا شنو راح يسوي. طيب بطل عين المسكين قارل، ما ادري كارل ما ادري شو اسمه، في احد تدخل مبين. هيد ماستر وين سو ات واز يو، انتوا اللي دشيتوا انقذنا مدرسة السحر مارلين، مارلين ما ادري شو اسمه، وانتو مش عارف ايش وعالج عينه، عالج عين قارب. اوكي وما دامكم مهتمين راح ندخلكم مدرسة السحر، اتبعوني ولا تعيدونه مرة ثانية، المكان هذا خطر عليكم. اوكي خلصنا المرحلة هذه، هذا كله ترى مقدمة، ترى احنا ما بلشنا بالشريط الأساسي. طبعا مثل ما شفتوا قبل شوي في الفوردين كاب فوربيدن كافرن في صندوق فوق، أكيد راح نزور المكان بعدين. لا تقعد تشكت تقدر أنت رجال مش عارف إيش، no way مش عارف إيش، your friend have much to learn help you forget. أوكي طبعا خذا فاليري وخذا زيل عشان يودينا مدرسة السحر، وصاحبنا اللي مبطت عينه شكله ضعيف، فالمدير قال له ما يحتاج يخاوينا مرة ثانية لما يتدرب، انت ويا فاليري بس. فانتقلنا الى اتوقع الى مدرسة السحر ما دام مع المدير. شروح مع المدير شوف وين راح يودينا المدير. هذه طبعا كلها مثل ما قلت قاعد اعيد انا وازيد، هذه كلها مقدمه زينث اكاديمي اللي هي اتوقع حقت السحر. من بورتر لبورتر قاعدين ننتقل فوق تحت.
وصلنا لحد السماء، ما ادري على وين بنوقف. الصف اللي بالسماء، اوكي، كلاس روم وسط السماء، ممتاز. زين وفاليري، اوكي. طبعا انا قاعد اطوف لان القصص في شو اسمه معقده وخياليه وفيها اشياء شركيه واعتقادات وخرابيط، ما احب تدريب على اليسار، اوكي. تو ذا تشامبرز، اوكي. وعلى اليمين سفرمت اوف كورس، اوكي. And you're right, the raw materials just make you to pick a bit again with your magic. طيب، أتوقع هني اللي ننام، مو خلنا بنشوف التدريب، مكان التدريب، ما في شيء، خلنا نشوف مكان التدريب، شنو موضوعه. ما أتوقع في صناديق في شيء. بس حطينا درج فوق قصنا علينا. Erect field with wooden training weapons. اوكي ممتاز. Field with wooden training weapons. ما في شيء. ما في شيء، الغرفة كلها ما فيها شيء، ممتاز. البنت اللي تنظف هذه سالفتها. There you are on the side that you are ready. مرين فاني، اوكي. اتوقع ان هني قالوا لنا ننام، مو قبل شوي. زين، تشامبرز اوف ليميت، خلينا نشوف، نحاول ندش التشامبر. مسكر التشامبرز، اوكي. وين ستوب رانينج، اوكي. خلاص. ما في شيء مثل ما يقول الدليل، ما في اي شيء، مجرد انك تروح غرفة النوم وتنام. مثل ما انتم شايفين مكتبة سوينج بيسك، اوكي. ما راح افتر على الاماكن كلها. الساعة، اتوقع go to sleep not yet. اتوقع هذا اللي هني اللي قال الدليل انك تنام، هني انك تنام، اوكي. شنو في هني؟ شنو في الصناديق هذه فيها شيء؟ This bed is for me, let's find yours. اوكي، البنت قالتنا هذا حقي مقي. وفي حفظ هني، اتوقع راح نوقف هني ونكمل ان شاء الله مع وقت ثاني. الحفظ الولد على اليمين طبعا اتوقع، والبنات على اليسار، وراح ننام. هذا اللي راح يصير، ونكمل ان شاء الله في go to sleep yes، ونشوفكم في مقاطع ثانيه باذن الله.